للحديث أكثر عن فوائد التعرض لأشعة الشمس والظروف المفروض نراعيها وإحنا بنتعرض لأشعة الشمس، هاتفياً ينضم إلينا الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. أهلاً بيكم. أهلاً وسهلاً يا دكتور. أنا بقول إن إحنا فرصة دلوقتي قبل ما الشتاء يدخل، وفي الشتاء بقى بنبقى يعني ما بنصدق نلاقي شوية شمس طالعة كده، فلسه عندنا شهر شهرين يعني بنتعرض فيهم لشمس كتير. اولا خلينا نعرف من حضرتك ايه هي اهميه التعرض لاشعه الشمس. اشعه الشمس دي نعمه من نعم ربنا علينا في مصر انها موجوده، بس ضروري تكون في وقت معين. ايه هو الوقت ده؟ يعني اي حاجه الصبح دلوقتي مهمه، لكن برضو في وقت مساء في العصر كده تبقى احسن واحسن. دي اللي هي اللي بنقول عليها أشعة الشمس اللي هي المفيدة. يبقى في أشعة شمس مفيدة وأشعة شمس برضو ضارة. اللي هي في نص اليوم دي مش بنحبها، لأنها بتعمل تجاعيد وبتعمل حرق وبتعمل حاجات كتير. يبقى الاستفادة منها ضروري ناخدها في الوقت الصح، الصبح بدري عندك لغاية 9 كويس قوي، ومساء تبتدي من الساعة 5. دي بنسميها الأشعة فوق البنفسجية المفيدة جدا 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 جدا. معايا؟ مع حضرتك يا دكتور، اتفضل. طيب دي الأوقات المهمة لتعرض لأشعة الشمس. صح. طيب صح. في ناس بتعتقد انه طبعا حضرتك سواء بنتعرض لاشعه الشمس المفيده او الضاره في كل الاحوال لازم الصن بلوك، مش كده؟ صن بلوك ده لازم حتى في اوقات اللي اشعه الشمس فيها مفيده. السؤال بقى، في ناس بتحط الصن بلوك مره قبل ما تنزل الصبح الساعه 6 7 8 الصبح وتعيش عليه طول اليوم، وتقول لك ما انا حاطط صن بلوك الصبح. لا، هو ضروري كل الصح كل 3 ساعات على الاقل. يبقى انا عشان كده يفضل معايا الناس الصح، حتى نشوفها مع الجماعه الاجانب كتير، وهنا في مصر ابتدت الثقافه بتاعتها دي تعلى قوي، انها تبقى معاها على طول تحط خفيف قوي نص صباع على الوش كله، وتسيحه على الوش كله، تفرده وتسيحه على الوش كله، وبعدين تتعرض له بالراحه. يعني ايه تتعرض؟ قبل ما يبقى بينتهي من تأثيره، لأن بيفقد قوته. يعني إيه يفقد؟ عشان بيمتص قوته. كمان وبعد شوية يفقد الـ SPF. يعني إيه SPF؟ اللي هو المعدل بتاع القوة بتاعته. نقول مثلا بلس 50 هو كلهم دلوقتي، زائد 50 زائد 50، بعد شوية بينزل ينزل ينزل المعدل ده الى بلس 40 بلس مش عارف ايه، ينزل ينزل ينزل، لكن نلحقه قبل ما يفقد كل قوته. تمام. واضحه دي مش كده؟ طبعا واضحه جدا ونصائح في منتهى الاهميه. بس دكتور عاصم قبل ما اقفل ليا سؤال مهم جدا مع حضرتك، يمكن هو مش في سياق قوي موضوع اشعه الشمس، بس مش قادره ما اسالش حضرتك السؤال ده. قريت من يومين ان كيم كارداشيان يعني بيقال ان هي مره صرحت وقالت انا بحاول ما اضحكش كتير عشان الضحك الكتير بيسبب تجاعيد بدري، الكلام ده صح؟ لا ده العكس. لا لا عشان طيبه قوي كده اصل. يعني ايه الناس اللي تفضل مكشره دي عشان تجاعيد، لكن انا افضل مكشره ليه طيب؟ لا ده النكد، او النكد بيخلي التجاعيد اكتر. ايوه النكد والتكسير، عدد الحركات اللي بتستخدم في النكد او التكشير اكتر بكتير جدا، لكن الضحك بيخلي العضله تفرد. لا بس هم يضحكوا وما لهمش دعوه. ما لهمش دعوه يعني، بس دكتور بس يضحكوا لان والله. دكتور عاصم فرج استاذ الامراض الجلديه، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم. لازم الخبر ده والسؤال ده يروحوا لكيم كارداشيان فورا عشان تبطل تاني مره تقول الضحك بيعمل تجاعيد في الوش.